الكلى. في موضوع آخر، أعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا سهام بن سدرين في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم الثلاثاء أنه تم استدعاؤها من قاضي التحقيق في المكتب السادس بالقطب القضائي الاقتصادي والمالية يوم الخميس الثاني من مارس الجاري لإعلامها بإجراء يمنعها من السفر في قضية تزوير محضر لهيئة الحقيقة والكرامة. وأضافت بن سدرين أنه وجهت لها تهمة الحصول على فوائد غير مبررة وإلحاق الضرر بالدولة والتزوير وفق ما نشرته سهام بن سدرين. نفى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إيقاف البنك الدولي علاقته مع تونس، وأوضح سعيد في تصريح صحفي الثلاثاء بالمونستير على هامش الملتقى الإقليمي حول مساندة التنمية والمخطط التنموي بولايات الوسط الشرقي أن موقف البنك الدولي واضح وكذب الخبر الزاف بشأن قطع العلاقات، إذ وقع فقط تأجيل دراسة اتفاق شراكة مع تونس. وأكد أن تونس تفضل وتريد أن يكون الحوار مبنيا في إطار السكينة بدون تأثيرات، إذ للأسف هنالك في الفترة الأخيرة حملة ضد تونس البلد المنفتح الذي له تقاليد في مناهضة العنصرية. وقدر وزير الاقتصاد والتخطيط أن هذا التأجيل لن يكون له تأثير على البلاد التونسية التي تواصل العمل بشكل طبيعي وبنسق عادي، مشيرا إلى أن يكون البنك الدولي طرفا لتمويل الخط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. وثمن سمير سعيد دعم مؤسسة التمويل الدولية لتونس في هذه الفترة وكذلك البنك الإفريقي للتنمية الذي يقوم بعمل جبار لمعاضدة جهود التنمية في تونس. والجدير بالذكر أن رئيس مجموعة البنك الدولية أكد مساء أمس الاثنين أن البنك قام في الوقت الراهن بتعليق المناقشات بشكل مؤقت حول إطار الشراكة القطرية للبنك الدولي مع تونس، والذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات في المدى المتوسط. وأوضح في بلاغ صادر عن البنك الدولي أن الحوار مستمر ومتواصل مع السلطات التونسية. من أخبار العالم، أفادت الأمم المتحدة عن توقعها بأن تتجاوز الخسائر التي تسبب بها الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا الشهر المنقضي 100 مليار دولار. وجاء ذلك على لسان ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في تركيا لويزا فينتون خلال مشاركتها عن بعد اليوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الاعتيادي لدى مكتب المنظمة بجنيف. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الاقتصاد والتخطيط ينفي إيقاف العلاقة بين تونس والبنك الدولي. إحالة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا سهام بن سدرين على القطب المالي ومنعها من السفر. والأمم المتحدة تتوقع